يعطيكم العافية. أنا سعيدة كثير إني أحكي. رح جرب غطي الأردن ودولة الإمارات، تعليم الإعلام في الأردن ودولة الإمارات، وححكي بطريقة مختصرة جدا. هلأ في الأردن كان في جامعتين اللي هي جامعة اليرموك وجامعة البتراء اللي هم فيهم أقسام إعلام، هذا الكلام لغاية 2004-2005. بعدين صار في عدد أكبر من الجامعات، تقريبا هلأ صار في 6 برامج إعلام بالجامعة بالأردن. وطبعا هذا لأنه كثرة الجامعات الأردنية من جهة بتقديم التعليم الخاص وما إلى ذلك، وفي طبعا معهد متخصص بالإعلام صار كمان معهد الإعلام الأردني، فصار عنا إقبال أكثر كمان لأنه بسبب الانتشار الإعلامي وبسبب الخصخصة وبسبب خروج الإعلام عن سلطة الدولة صار في عدد من الأقسام، صار في إقبال أكثر على الإعلام لأنه صار في وظائف كمان. ففي الأردن المشهد تغير. بالأردن عموما معظم طلاب الإعلام من الطالبات، هلأ جديد عم بيصيروا بريك إيفن، يعني عم بيصير تقريبا في مساواة بعدد الطلاب مقارنة بعدد الطالبات. في إقبال كمان على الصحافة أكثر ربما من العلاقات العامة أو الإعلان في الأردن كذلك. وبالنسبة للمناهج طبعا بأقطار عربية كثيرة في مشكلة بمناهج الإعلام بالأردن تحديدا، في مشاكل زي بالدول الثانية بأنه بتعليم التفكير، بتعليم المهارات الأساسية اللي بالتركيز ربما على التكنيكس أكثر من التركيز على الثقافة والتركيز على الشخص، على إنتاج إعلاميين بيقدروا قيمة الرسائل وبيستطيعوا إنهم يقدموا رسائل متنوعة وتفي بالأغراض. بنتقل من الأردن وعندي استعداد يعني أوضح أي نقطة من النقاط، بس عشان الوقت رح أنتقل من الأردن لدولة الإمارات. الإمارات فيها برضو معظم الجامعات في دولة الإمارات فيها برامج، الإقبال أكثر من الطالبات. يعني مثلا بالجامعة الأمريكية بالشارقة عندنا تقريبا 400 طالب مسجلين في قسم الماس كوميونيكيشن اللي هو الاتصال الجماهيري، 85% من الطلاب هم من الإناث. هذا ربما لا زال يقول شيء عن المجتمعات العربية، بغض النظر أنه كمان المجتمع في الإمارات شوي كوزموبوليتان، بمعنى أنه الناس تأتي من ثقافات ومن جنسيات مختلفة، لكن لا تزال الأغلبية من الطالبات. كذلك صار في عدد كبير من الأقسام، في تركيز كتير، الإقبال أكثر في دولة الإمارات الفرق على الإعلان والعلاقات العامة أكثر منه على الصحافة. الصحافة في بعض الأقسام حتى تدرس، والمناهج التي تدرس، الكتب التي تدرس هي مناهج أمريكية، ومعظم في معظم الأحيان تدرس كمان باللغة الإنجليزية. فهذا بعتقد له علاقة، بعمل مشكلة بمخرجات التعليم، بعمل مشكلة بالنسبة للصحفيين اللي بيتخرجوا كذلك الأمر. لسه معي وقت؟ أوكي جريت عظيم. هلا واحدة من المشاكل، طبعا في عدد من النقاط اللي يمكن تغطيتها اللي هي إلها علاقة بسوق العمل، وإلها علاقة كمان إذا بدنا نحكي عن الصحافة، إلها علاقة بتغيير الشكل الإنتاج الصحفي، بتغيير الطريقة اللي بنطلع فيها على مهنة الصحافة، بتغيير عام في عالمي فيما يتعلق بمناهج الصحافة والإعلام. فيما يتعلق بالأمية الإعلامية أو التربية الإعلامية والرقمية، بالنسبة للأردن أنا ما عندي فكرة عن أي جامعة بتدرس تربية إعلامية، تربية إعلامية رقمية، بس أنا بعرف أنه في دولة الإمارات في جامعة واحدة اللي هي الجامعة الأمريكية في الشارقة، أنا شخصياً بدرس المنهاج. أكثر تحدي بلاقيه بتدريس المنهاج، ورح أحكي عن محتويات المنهاج خلال ثواني، أكثر تحدي بيواجهني أنه كيف أتعامل مع الطلاب. طبعا هي مادة مش متطلب، هي مادة اختيارية لكل طلاب الجامعة، وهذا الإشي توسيع الجمهور هو نقطة لطيفة، وهي جزء من الليبرال آرتس إديوكيشن اللي هو ما بعرف إيش الليبرال آرتس إديوكيشن بالعربي، بس هي جزء من الليبرال آرتس إديوكيشن. أكثر إشي بلاقي تحدي أنه نجرب نتعامل مع الثقة الزايدة بالنسبة للجمهور في طريقة التعاطي مع الإعلام، لأنه عنا تكنولوجيكال إنيبلمنت، عنا
احنا قادرين على انه تكنولوجيكلي او تقنيا نكون قادرين على الانتاج وقادرين على الوصول للرسائل الاعلاميه، ولذلك بنعتقد انه احنا نعرف كل شيء عن الاعلام، فبنشتغل كثير على هاي النقطه. رح اخلص بعشر ثواني الموضوعات اللي بنغطيها بمادة التربية الإعلامية والرقمية، إلها علاقة بالعمليات، بعمليات الإنتاج والاستهلاك الإعلامي وتغيير الأنماط اللي صار فيها، إلها علاقة كذلك بما حكى عنه دكتور سات ودكتور جاد ببداية الجلسة، اللي هي الأسئلة الأساسية، إثارة تعليم الطلاب ونتعلم معهم كمان الأسئلة الأساسية اللي إلها علاقة بتمكيننا من أن نكون مش أميين بالتعامل ويكون عنا شوية حس نقدي في التعامل مع وسائل الإعلام. طيب، أنا صالح من جامعة بير زيت فلسطين، بدي أحكي عن برنامجين بديرهم مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت. من 3 سنوات بنشتغل على ميديا ليترسي، مش زي النقاش اللي تقدم هون بشكل أكاديمي رفيع، بس إحنا بنشتغل على حاجة اسمها كيف نفتح العلاقة بين المؤسسة الصحفية والقطاعات الجماهيرية. كثير حلو النقاش الفكري حول شو يعني تعريف الميديا ليترسي، بس رحنا مباشرة لأنه الضفة الغربية وفي قطاع غزة الناس هناك بيشتغلوا على أنه مجتمع أو يعني دولة قيد التأسيس. كل المؤسسات الأهلية والجامعات الفلسطينية بتروح تفتح العلاقة بين المؤسسة الإعلامية يعني بيستخدموا كلمة قطاع، بيشتغلوا مثلا قطاع المرأة، قطاع الشرطة. وأنا من 17 سنة محرر صحفي، الصحف في الأراضي الفلسطينية كثير صارت تقليدية زي الصحف المصرية أو اللبنانية أو السورية، مغلقة والصحفيين اللي فيها مش مستعدين يسمعوا أي فكر اجتماعي جديد. عشان هيك المركز اللي أنا بشتغل فيه عملنا دورة ممتدة خارج أسوار الجامعة لنساء فلسطينيات موجودات في مناطق التماس مع المستوطنات الإسرائيلية ومع الحاجز الإسرائيلي. صح الفكرة كانت غريبة إنه كيف تروح لستات فلسطينيات عاديات جدا ما بيعرفوا يستخدموا الجوال العادي، علموهم المدربين تبعونا إنه كيف يسجلوا، كيف بنتهك الإسرائيلي الحياة اليومية الفلسطينية، وكيف جنود الحاجز بيعتدوا على أطفال السيدات الفلسطينيات. وكانت المحاولة الوحيدة إقناع النساء بالدخول في معترك الإعلام الاجتماعي بإضافة وتحميل فيديوهات صغيرة عن الانتهاكات اللي بتصير. مرة كمان ودوني على عضوات المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية نعلمهم كيف يكتبوا الخبر عن حالهم، كيف يتعاملوا مع وسائل الإعلام. وكانت الفكرة الأولية عندهم أنه كثير الجمهورات بسيط إلى درجة أنه بيعتقد أنه الصحفيين أصدقاء للقطاعات الجماهيرية، يعتقدوا انه يعني انه احنا كثير اصدقاء للجندر وحساسين للنوع الاجتماعي. فعرضت لهم رسالة الماجستير اللي عملتها، انا عملت ماجستير دراسات مرأة في جامعة بير زيت، ودراستي كانت جندر مينستريمينج ان فلسطينيان ماس ميديا، واكتشفت اخطاء مذهلة في الاعلام الفلسطيني كيف بيصوروا حالهم انه جندرد، وانه يعني كثير الشباب قريبين من عالم النساء، وفجأة بتكتشف انه افلام هندية كبيرة، الى درجة انه الاعلام اللي هو مؤسسة كثير متعلمين فيها غير اصدقاء ولا يعرفون حساسية القضايا التي تخص النساء الفلسطينيات. المشروع الثاني اللي اشتغلنا فيه كمان تحت عنوان ميديا ليترسي كان مع الشرطة الفلسطينية. الشرطة الفلسطينية 30 ضابط دربناهم لأكثر من 6 أشهر، وأنا كنت واحد من المدربين. كانوا يعتقدوا أنه الإعلام هو نجومية وأنه يعني كيف لازم تكتب الخبر، الشرطة مثلا تلقي القبض على شاب معه مخدرات، أو مثلا تزيل الزيوت من حادث سير في المكان الفلاني. أنا لفترة طويلة اشتغلت على تنمية حساسية أخرى لدي، أنه كيف بالإمكان يبدو يتعاملوا مع ملاحقة المتحرشين في الشوارع، كيف يكتبوا خبر، وخاصة الضباط اللي دربناهم هم مسؤولي العلاقات العامة اللي بودوا الخبر على الساعة 10 من كل ليلة لكل الصحف المحلية، انه يا شباب احنا مقتنعين انه انتو شرطة قيد التأسيس، رح نختلف معكم سياسيا بس بالمعنى المدني احنا محتاجينكم علشان نبني الافكار والمؤسسات الفلسطينية.
دربتهم على كيف مثلا يكتبوا خبر، كيف بالإمكان يطوروا حالهم من إمكانية بس ضبط الشارع المحلي بالمخالفات التقليدية إلى مراقبة المتحرشين في الشوارع، ملاحقة مجرمي أو مرتكبي جرائم القتل بحق النساء. عرفناهم على مفردات جديدة إنه بطلوا احكوا كلمة حدث، تحويل حدث من المدينة الفلانية إلى البيت الآمن، سموه طفل في خلاف مع القانون. طب شو رأيكم تتدربوا أكثر وتدوروا في قانون الشرطة الفلسطينية؟ وين في أفكار جديدة؟ أنتوا تطلعوا علينا كإعلاميين إنه أنتوا قائمين بأدواركم بشكل محترم، إنه في غرف خاصة بالأطفال اللي في خلاف مع القانون، في ألوان غرف خاصة، في مرشد بالإمكان تجيبوه من المدرسة اللي الولد جاي منها. وأنا يعني ورطتهم في لأول مرة على نقاش الميديا ليترسي آخر دقيقة، إنه خليتهم يصيروا صحفيين، يعني علمتهم كيف يسرقوا أدوات الصحفيين بلكي شو هم مغمضين يتحولوا لناس ديمقراطيين. عشان المؤسسة تصير ديمقراطية والقطاع يصير ديمقراطي وديتهم على الشارع بس يسألوا سؤال واحد ويعملوا مقابلة زيهم زي طلابنا بالجامعات، يسألوا بنات عاديات شو أكثر إشي عجبكم في جهاز الشرطة وشو أكثر إشي مش عجبكم في جهاز الشرطة. 30 ضابط اضطروا ينزلوا على الشارع ويجمعوا على هاي الأسئلة، ودربتهم بعديها على كتابة المقابلة علشان يعرفوا يعملوا إديتنج عليها ويحولوها لمادة منشورة على الويب سايت تبع الشرطة الفلسطينية. 5 دقائق. تمام، شكرا. أنا أميمة من سوريا، رح أريحك أستاذي مي في العد الخمس دقائق بحكم التجربة، لأن أنا رح أحكي فقط عن تجربة التربية الإعلامية في سوريا بحكم أنه هي أصلا تجربة متواضعة وفي طور أو في بدايتها. نحن في سوريا عندنا كلية إعلام واحدة وحديثة مستحدثة من عام 2011، لذلك تجربتنا كتير أو لسه مثل أي بلد في الوطن العربي مع بدايات هالمفهوم، حتى المفهوم غير شائع، هذا مصطلح ما نو معروف بين طلاب الجامعة، حتى في ما نو معروف. حتى نحن الخطة الجديدة اللي حطيناها لكلية الإعلام طرحنا، وهي واحدة من مزايا الأكاديمية هون، إنه كان في السنة الماضية دكتور عربي كان مع يعني مصر إنه ندخلها هاي التربية الإعلامية في المنهج الجديد. ما كان حدا بيأزره غير أنا، لأني أنا أصلاً كنت يعني أنا كنت مشاركة في الورش الوحيد اللي انعملت في سوريا بس مو على مستوى الجامعة. كان عنا محاولات مثل ما قلنا محاولات متواضعة وخجولة. اليونسكو عملت مع المدارس مع وزارة التربية، كان في معاهدة عقد ما بعرف شو بيسموها، المهم كان في ورشة عمل حوالي 2009 بس لطلاب المدارس الثانوي وليس للجامعات، وبالتالي كان هالمفهوم يعني في بداية الانتشار والتطور. الجامعة أبدا ما عندها خبر، لذلك المشكلة اللي يعني كنت أنا الصبح مدقلها الدكتور جاد إنه ما هي المشكلة بقى في نشر الوعي، المشكلة بقى في من صاحب القرار. إني أنا فعلا نحن مهتمين كتير، نحن 20 دكتور في الكلية، 2 بس دكتور عربي وأنا اللي كنا بس مصرين على وجوده بإصرار، لكن الإصرار يعني الغلبة لله، يعني 2 مقابل 18 فما قدرنا نعمل شيء. لكن هاي كمان يعني مثل ما كان عندنا مادة الإعلان كانت مادة على فصل خلال 4 سنوات، حاليا صارت قسم علاقات عامة وإعلان. طبعا أنا عم أحكي عن الإعلان لأن اختصاصي وعم رح أحكي عليه بقوة، يعني أنه صار في على مدى قسم كامل إعلان، وبالتالي الأمل كبير أنه المحاولات تكون حسيسة لإدخال هذه المادة وانتشارها وتطبيقها. طبعا على الرغم من التطور التكنولوجي والرقمي اللي صار في سوريا مثل أي غيرها، لكن مفهوم التربية الإعلامية يعني التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية أو كيف نعلم عن وسائل الإعلام اللي هو مفهوم التربية الإعلامية في بداياته، فما بالك بالنسبة للوسائل الرقمية. لكن لذلك نحن سعيدين في هيك مبادرة للأكاديمية، أكاديمية التربية الإعلامية، وإن شاء الله يعني الاستمرارية في هيك نشاط.
خلصوا الخمسة ولا أول؟ تفضل. أي الحكم؟ يعني أنا ما حبيت أحكي له، يعني نحن ولاية واحدة بلاد الشام، ورح أقول لك يعني خصوصي إنه نحن هاي المحاولات يعني اليونسكو مصر عليها، بس الوضع اللي بنمر في سوريا يعني هو اللي مع إيقاف التنفيذ. احنا راعي. لا أنا مخليتها في القلب تجرح. يلا خلي. مرحبا. أنا متأسفة طبعاً اليوم بلغت بهذا المقدمة، كان المفروض دكتورة بشرة تقدم تجربتها بهذا المجال. راح أتكلم بشكل عام عن تعالي صوتي عالي أقدر بدون مايك. راح هاي عطيتك تنتهي يمكن كمان لبنى تنقل سويني هنا لو أنا أوكي شكرا محل فلسطين أوكي شوف شو ضيعة علي الدقيقة. احنا بالعراق عندنا كلية إعلام نسميها الكلية الأمية، هي قديمة جامعة بغداد، وعندنا كلية الإعلام بالجامعة العراقية وهذه حديثة. والآن عندنا اثنين منوعات، كلية ذي قار جديدة وواسط. عندنا أقسام إعلام أعرق من هذه الكليات غير الكلية الأم. كنت تتكلمين وظلت أفكر، قلت أوكي حسين كونسبت مالتنا فيمينست، فمنتبهين لهذا الموضوع. إحنا الإقبال من الذكور أكثر من الإناث على دراسة الإعلام، والأقسام ترتيبها إذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وصحافة، وهذا له علاقة بفرص العمل وأيضا له علاقة بالمخرجات كم هي قوية أو ضعيفة، لأن اللي يروح للصحافة لازم هو عنده قدرات. عادة المخرجات الإعدادية الآن بالسنوات الأخيرة هي ضعيفة، وأيضا نموذج المراسل وهاي دائما يفكرون بهم يجون الإعلام يفكرون فكرة المراسل، وأيضا لها علاقة بأعمال ملتصقة بأوقات توقيتات معينة بالنسبة لنا وما إلى ذلك. وهذا شفت أنا غريب، يعني سمعت بالخليج ما عندهم إياها. لعد إحنا حق البغدادي يجي يحكم العراق، لأن إحنا كلش متخلفين بهذا الجانب. بالنسبة للتربية الإعلامية، دكتور جاد التقينا وياه 2010 بالكويت، وكان عنده بحث، وكنت أني من الناس اللي بلوا الكويتشنر، تتذكر الجمعية العربية الأمريكية لأم اتصال عملتها بالكويت، فكان عندك بحث وسويت، كنت ويا الأساتذة الجامعة، فسألتني شو الأشياء اللي تستخدموها دوات بالتدريس، أتذكر جيدا الاستبيان مالتك. ما كثير تغيرت رغم توسط، يعني الآن عندنا إحنا في كلية الإعلام، راح أتكلم الآن حصريا عن كلية الإعلام جامعة بغداد، صارت الأدوات موجودة الآن، عندنا مختبر، عندنا تلفزيون، عندنا استوديو، وعندنا كل صف بداتا شو، وعندنا صبورة إلكترونية وكذا، بس الوضع ما تغير، لأنه عندنا مشكلة أخرى جديدة طلعت، إنه إحنا من يستعمل هذه هذا جانب. الجانب الآخر، الوضع العراقي معقد جدا، يعني أنت من باب مغلق إلى تفتح مو فقط الأبواب، شيل كل الجدران، ما في أبواب الآن ولا في إحنا فكل شيء عندك الآن. أنا عندي 50 تقريبا فضائية، معظمها أهلية حزبية وما إلى ذلك، ما عندنا إحنا إعلام مستقل مثل كل عالم، وهذا مفهوم غريب الإعلام المستقل. عندنا عدد لا متناهي من القنوات الإذاعية، عندنا عدد لا متناهي من كل لا متناهي، وعندنا ناس تتعامل ويا هذا الفضاء الإلكتروني المفتوح. أتخيل أنت شو اللي صاير، يعني من قمع إلى فتح كل الأبواب، وما يعني معقد. نجي للطلاب الكلية الآن. العام الماضي جوي دكتورتين أستاذتين، دكتورة أزهار ودكتورة بشرة، حقيقة قالوا أنهم استفادوا من هذا وحاولوا يطبقون
اللي يتعلموا هنا. عندنا مشكلة، مشكلة لها علاقة بالوضع العراقي. أنت عندك توقيتات معينة، نحن في وقت مثلا من 9 ليل وحدة وحدة ونص تخلق الجامعة، لأنه صعب بعد يبقون الناس وقت محدد، فبالتالي قد تستخدم هذه الأدوات هذا قليل، وين تستخدم هذه الأدوات قليل، مناطق التفكير تتكلم هي محملة بالألغام حتى تجي. وهنا اثنين من طلابي أو ثلاثة درستهم يتذكرون من نتكلم لازم أنت تقول منو أنت وشلون تفكر، يلا تقول هذه الفكرة اللي تريدها. عندنا هذه معوقات، معوقات مادية وفكرية. بس من تجربة الدكتورة بشرى العام الماضي، وأنا كنت قريبة منها واشتغلت وياها، وعندنا حيدر وإلى كان دور حيدر أنسهم يقدرون يقولوا لكم شلون اشتغلوا ويا الشباب ويشتغلون، وكنت تنسيق بيننا وبين كلية، وهذا بشكل شخصي وليس رسمي. أنتجت أشياء، عندنا طلاب الآن بدأوا يشتغلون على قضايا تهم الرأي العام، هم ينتجوها فيديوهات، عندهم ويبس، عملوا مدونات. وحيدر إجا يعني أخذ مجموعة من طلابنا، وهذا من التنسيق، وأعتقد هو هذا من ثمار هذا اللقاء، إنه صار في طلاب عندنا يروحون وياه، هو إجا عندنا للكلية فطلع. أنا أقول هذه ثمر، يعني هي بذرة لكن لا يعول عليها، لأنه ما تنموحدها، لأنه هي المسألة هي مو فردية، المفروض في شيء معين، تيار في ما أعرف. لذلك مقترح الوحيد أيضا أن فكرة هل ندخل المادة على السؤال مفردة بالمنهج، أنا أفكر أنه إحنا يصير تثقيف الأستاذ بحيث كل أستاذ تدمج مع المواد. أنا أدرس مادة إعلانية تدمج هذه الأفكار، أدرس أي شيء آخر، انترناشنال ميديا، شنو اللي أدرسه مفروض هذا المفهوم يدخل ضمن هذا، أعتقد يكون تأثيره أقوى، وأيضاً إحنا نكون بالسيفتي سايد. شكراً جزيلاً. أوكي، بلبنان عنا سعيد الإيجابي إنه في عنا حرية شوي أكتر يمكن من باقي البلدان العربية، وإن كانت هذه الحرية مؤيدة لحد ما، بس هذه الحرية بتتيح إنه للبنان يكون منبر لنوع جديد من التعليم أو التربية، اللي هي التربية التعليمية والرقمية والإعلامية. بالسنين الخمسة الماضية طورت كتير التربية الإعلامية والرقمية بلبنان، وخاصة من الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث إنه الجامعة قدمت كورس هو مبني عن كورس تقدم بأكاديمية سالزبرغ للإعلام والتغيير العالمي، وهذا الكورس شد انتباه العديد من الطلاب والطالبات عنا بالأيوبي، وكان أكثر بهمه المهارات العلمية والعملية. الكورس كان أكثر مهتم أنه كيف ننمي النقد البناء عند الطلاب والطالبات، كيف نخليهم أوعى على الرسائل الإعلامية اللي عم يتلقوها، وكيف هن بدورهم يشاركوا يخترعوا رسالة إعلامية، ما يخترعوا سوري، ينجو رسالة إعلامية يحاربوا فيها الرسائل السلبية. غير هيك في عنا جامعات كتير بلبنان تبنت هيدا الكورس أو تبنت جزء منه. في عنا الجامعة الأمريكية اللبنانية، جامعة الأنديو، جامعة الحريري، جامعة رفيق الحريري. في عنا كمان منظمات غير حكومية أو منظمات حقوق الإنسان، مثل في حبر اللبناني وسماكس واليوان، عم كمان عم يشتغلوا على موضوع نشر التربية الإعلامية والرقمية بلبنان. كمان في عنا مؤسسات إعلامية عم بيهمها هذا الموضوع، هذا الشيء كتير إيجابي بالنسبة لنا، لأن المؤسسات الإعلامية بيلعبوا دور كتير كبير إنه يوعوا العالم والخاصة اللي بيتبعون. في عنا المونيتور اللي هنا كمان جزء من الأكاديمية هالسنة عم بيدعمونا، هذا الشيء كتير إيجابي إنه عم بيوعوا، حتى المؤسسات الإعلامية عم بيوعوا على أهمية التربية الإعلامية والرقمية. لكن للأسف مع كل هالأشياء الإيجابية الموجودة، في عنا الضغوطات السياسية، الضغوطات الطائفية والدينية، حيث أنه في كتير مواضيع بالتربية الإعلامية هي بتطلع شوي ضد الدين أو ضد الفكر الطائفي أو الفكر السياسي. لما نحن نجي بالتربية الإعلامية نحكي عن لنفترض الجندر أو السكشواليتي، هذا الشيء بتعارض شوي مع السياسات. في عنا مشكلة الإنترنت والتكنولوجيا، حيث إنه ما كل لبنان بيوصلوا الإنترنت وما كل لبنان بيوصلوا التكنولوجيا،
حتى الجامعات، في كتير جامعات خاصة وللأسف جامعات كتير مهمة وخاصة بس ما بيوصل للإنترنت بشكل منتظم أو بشكل طبيعي. في عنا مشكلة حصر المواد والمواضيع، وعنا مشكلة الرقابة الإعلامية، هذه مشكلة كتير كبيرة. وعنا اللغة المستخدمة، إنه بلبنان في عنا أشخاص ما كانوا بيحكوا عربي، وفي عنا الإنجليش وعنا الفرنش، وحتى المواد اللي مستخدمة بجامعاتنا يا بتكون بالفرنسي أو بالإنجليزي. كتير قليل ما نلاقي جامعات بيتعاملوا أو بيستخدموا مواد عربية. وأهم مشكلة بمنظوري أنا صراحة بحس إنه هو نحن نفقد للمواد والبحوثات، البحوث معنا عن انعدام بالأبحاث بالعربي للدول العربية عن موضوع التربية الإعلامية والرقمية. فلو بينحلوا هذول بيكون أكثر في عنا مجال لنشر التربية الإعلامية والرقمية بالمنطقة. يعطيكم العافية. بداية بدي أحكي عن موضوع التربية الإعلامية وربطها بأن المواطن نفسه يصير صحفي. هلا إحنا عم بدرس الناس صحافي لحتى يعني يمتلكوا المهارات هاي. هل إحنا المقصود من التربية العلمية هو من أخلي المواطن نفسه يصير صحفي بعد كل هال يعني هالأشياء اللي بياخدها الطالب تمام يصير صحفي أصلاً، من أخلاقيات، من طريقة التعامل مع الخبر؟ أنا بدورة صغيرة خلاص بدي أعمل شيء يصير خلاص هو صحفي يقدم خبر، سواء كان شرطي أو whatever. طبعاً شكرا. أنا بما أن الشرطة إيه تجي عندي هنا وتعالي تخفي. طيب بعرف انه في نقاش كبير في دوائر الاعلام وفي الجامعات اللي بتدرس اعلام على المواطن الصحفي. اليوم مختلفين سوشيال ميديا ومالتي ميديا وتراديشنال ميديا، قصة لا اول لها ولا اخر. زي ما حكى الاستاذ ساد قبل شوي، احنا في مرحلة تاريخية عجيبة غريبة. الاعلام الاجتماعي مرة واحدة طلع، الناس بيصيروا صحفيين بس من اول خمس تغريدات انت بتمسكهم كصحفي ببطلوا صحفيين. انه هو بحط معلومة انت بتودي له، هذا صار في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين. كثير ما بتشوف اللي هم يعني مواطنين عاديين حاطين خبر. انا بشوف زملاء صحفيين من كل المنطقة العربية بيصيروا يسألوا طب وين مات هذا الزلمي، وين الحدث هذا صار، بيرجع على طول. المقصود في مواطن صحفي وإمكانية أن نتسامح معه بالمعنى الأكاديمي كتخصص إعلام، إنه إن نخلي هذا الجمهور فاعل أكثر، فيش معوقات في وصوله لتوصيل المعلومات، قد نحوله مع الوقت إلى مصدر. لأنه في كثير الأيام هاي بطلوا الناس يعني في المواقع الإخبارية الجديدة كل المحررين إنسايد إيديتورز قاعدين بس بتفرجوا على المواطنين شو بكتبوا معلومات، بصير مصدره على الشاشة مباشرة وبعد خمس دقائق بيصنع خبر. أو ليس المقصود إنه إحنا، أنا لما حكيت عن الشرطة الفلسطينية أو عن المرأة الفلسطينية أن نحولهم إلى صحفيين بمقدار ما رفع فاعليتهم في تقديم المعلومات، بلكش أثروا على المؤسسة التقليدية اللي اسمها الجريدة أو الموقع الإلكتروني أو الوكالي، بحيث يكون لدينا جمهور فاعل ومؤسسة فاعلة. اثنين بنتجوا برسلوا، العملية بتصير أذكى وأكثر شفافية وفيها معلومات أسرع وفيها إنتاج بالمعنى الاجتماعي أفضل من الصورة التقليدية لإعلام يعتقد أنه فئة طليعية الصحفيين ومؤتمنين على المجتمعات، إلى إعلام تحت المساءلة والشفافية. أنتوا بتاخذوا مصاريكم من وين؟ من الدولة ولا من الشركة التجارية؟ لازم تحطوا لنا معلومات قريبة من عالمنا، ولازم تقبلوا بمعلوماتنا أيضا. مش متصالح أنا تماما مع مصطلح المواطن الصحفي بس بسكت عليه للعشر سنوات الجاية، بلكش صار كل واحد فينا صحفيين ومواطنين عارفين وين الحدود. وأنا اللي بعرف أنه كل الأكاديميات العربية بتشتغل الأيام هاي على التنظيم الذاتي اللي هو خارج أخلاقيات المهنة، خارج مواثيق
الإعلام اللي إجت من الأمم المتحدة، إنه كيف كل واحد فينا يعمل شفرة مع حاله، سواء مهني مع بكالوريوس إعلام أو مواطن عادي بده يطلع على منصة الإنترنت أو على الشبكة يكون شفاف سليم، مش مزاود مش كذاب، يعني يلتزم بإشي زي اللي جيل تربى عليه اللي هو وثيق العمل الصحفي، بس مفترض أن تكون مع المواطنين العاديين مش مع الصحفي. طبعا تأكيدا لكلام الدكتور، بس تعقيب يعني من خلال معلوماتي المتواضعة كتير في هالمجال، حكما ما هدف التربية الإعلامية إنك تصنع مواطن صحفي، يعني مواطن عادي يصير صحفي، لكن يعني مثل ما بيقولوا أول الغيث قطرة. فنحن حتى نحول المواطن العادي من متلقي سلبي، هاي اللي كنا عم نحكي عنه الصبح، إلى مواطن محلل، مواطن ناقد، نقد إيجابي، يستطيع أن يختار ما بين المادة السلبية، الرسالة السلبية، المادة السيئة إلى المادة الجيدة، ثم بعد ذلك اللي قادر يحلل ممكن يبني، ساعتها ممكن هو يقوم بعملية إنتاج المادة الإعلامية. طبعا هاي يعني ما بتجي بسهولة، وما هي عملية لحالة، يعني هي عملية تربية إعلامية ما رح تجي عملية تربية لحالة، هي عملية يعني سيستم ضمن هالسيستم الحياة اللي نحن عايشينه ضمن التعليم والتربية والتنشئة. طبعا كمان هاي كم يعني نحن رح نحكي عن حالنا، وطبعا بعم انه حتى من خلال تربيتنا عملية مؤسسات التنشئة بتبدأ من البيت. من البيت انت معنك عم تخلق طفل ناقد، طفل عم يقدر يعبر عن حياته، انت عم تقمعه، عم تيجي تقول له سكوت وعيب، وبعدين بتحكي، بتيجي للمدرسه كمان نفس الشيء، عيب تسال وعيب، فبتخلق يعني شخص انسان منكمش ومنطوي وخايف. نيجي نحن للجامعه كمان نفس الشيء، يعني حتى اليه التعليم عندنا ما هي عمليه، ما فيها لا تحليل ولا ابداع، عمليه تلقين وعطيني، انا بخلي طالبي يبصم وبعدين بعطيه التقدير. ولعلمك يعني ممكن ناخذ امتياز وبناخذ يعني علامات كتير، هي عمليه حفظ. فعمليه التربيه الاعلاميه لا تنفصل عن عمليه التربيه والتعليم والتنشئه وعمليه السيستم او اللايف ستايل في حياتنا. لكن يعني كمان ما حدا لازم يكون يائس، يعني البدايات بتجي من التوعيه، وبدها شغل وبدها عمليه تراكميه وليست بالسهوله. سريعا بحب أثير نقطة بعتقد أنها مهمة كتير، اللي هي في فرق بين التعليم محو الأمية الإعلامية بالنسبة للصحفيين ومحو الأمية الإعلامية بالنسبة للجمهور العام. أنا كتير بشجع أنه يصير كل حدا مصدر للأخبار، وطبعا هذه ميزة أساسية، بس كمان مرقت فترة صار في الخطوط تداخلت بين الصحافة وبين الأدفوكسي، اللي هي ما بعرف إيش هي بالعربي، اللي هي إنه بنكافح وبنصير نطالب والمطالبة. وأعتقد إنه بالنسبة للصحفيين مهم كتير إنه يكون عندهم أساسيات وفاونديشنز مهمة فيما يتعلق بأنه كيفية حكمهم على الخبر، شو هي المشاكل المنهجية وشو هي المشاكل البنيوية بالإنتاج الصحفي وبغرف الأخبار وبتأثير التكنولوجيا علينا وبتأثير المفردات اللي بنستخدمها وبتأثير الأسئلة اللي بنسألها على الجمهور. فيما يتعلق بالمتلقين أو فينا بقية أو في بقية الناس اللي هم لهم علاقة بالاستقبال بالدرجة الأولى، مهم كتير إنه نعرف إيش هي الأسئلة. فأنا بعتقد إنه في عدد من الموضوعات وعدد من العناوين الرئيسية اللي ممكن نتعامل معها في محو الأمية الإعلامية بالنسبة للصحفيين وفي محو الأمية الإعلامية بالنسبة للجمهور العام، فينا كلنا كمشاركين أو كمواطنين صحفيين أو أي تحت أي تسمية. يعني مواصلة اللي قالت يعني ما ذكرت الدكتورة، بس في مثال الأزمة الأخيرة اللي مرينا بها، وذكر حيدر صار عندنا لقاء بالنقابة الوطنية الصحفي العراقيين، تكلمنا المواد اللي كانت تبثها منذ لحظة احتلال الموصل، المواد اللي كانت تبثها القنوات الفضائية العراقية والعربية وما إلى ذلك. لو كان اللي يشتغلون بالإعلام عندهم هذا الوعي النقدي أو هذه النظرة النقدية، وتفحصوا المواد اللي تلقوها من السوشيال ميديا، يستخدموها
يعني استخدموها بالفضائيات واستخدموها بالإذاعة لو كان عندهم هذا العقل أو الفكر النقدي لتجنبنا الكثير من الأشياء، لأنه كثير من مقاطع الفيديو اللي وضعت على الإنترنت واستعملتها الفضائيات ومنهم العربية طبعا هي كانت في مواقع ليست في منوا، في بعضها كان في بلاد في سوريا وفي بعضها في مناطق أخرى في ليبيا وما إلى ذلك. أنا أعتقد بالنسبة لي أنا كعراقية أولوية اللي يشتغلون بالميديا، ما نقول مو الميديا، ينبغي يمتلكون هذا الفكر أو هذا هاي النظرة النقدية حتى يجي من السوشيال ميديا أنا أفكر شلون أستخدمه، يعني قبل ما أستخدمه أفكر قبل استخدامه، يعني عنصر الشك هو المفروض يكون هو الحاضر وليس اليقين. مرحبا. بناء على النقطة اللي أثرتها دكتور عبير اللي هي السؤال حول هل يعني هل هناك تربية إعلامية واحدة أو هل هناك أكثر من تربية إعلامية، وكمان اللي قاله الدكتور صاد في السيشن اللي قبل إنه حتى يعني في الولايات المتحدة عم تتجه بعض المؤسسات أو الشركات الإعلامية الكوربريشنز لإنها تنتج ميديا لترسي خاصة فيها، إذا بدنا نقول إلى حد ما إنه يعني بالوسط العربي مقابل الشركات الضخمة اللي هي بتسيطر على الإعلام، في عنا إعلام إلى حد ما مسيطر عليه حكوميا أو حزبيا، هل بنقدر نحكي إنه التوجه لهاي المؤسسات بالتربية الإعلامية هو شبيه باللي بتعمله الشركات بأنها تنتج تربية إعلامية خاصة فيها بشروطها وضمن يعني الحدود اللي هي بتسمح فيها؟ يعني هل السؤال انه احنا بدنا نساعد الدولة نربيها اعلاميا بحيث انها تصير اذكى في سيطرتها علينا؟ طيب كتير مشارك في عندي نقطة بس جدا على الشيء اللي كانت عم تسأله، في عنا تجربة بسوريا صارت على الحكومات كيف هي بدها تساعد أو تشتغل ردا، في عنا تجربة بسوريا صارت إنه كان فيسبوك أو تويتر خلال السنوات الماضية كلها كانت الحكومة شبه متجاهلة هذا الموضوع، ما في أي توجه له، خلال آخر سنة ونص صرت تلاقي صفحات رسمية، يعني صار في صفحة رسمية للرئاسة على تويتر فيسبوك انستغرام بكل مكان، حتى وزارة التربية وزارة التعليم العالي كل واحدة صارت عملت لحالها صفحة وصارت تحكي باسمها، ممكن هيك يعني شيء كأنه غاروا من المجتمع شو عم يساوي. في تجربة صارت بسوريا سبقت الجامعة بس ما كانت عم تشغل على التوعية الإعلامية، ما كانت عم تشغل على نحو الأمية، اللي كان عم يشغل هو نشر ثقافة السوشيال ميديا بطريقة صحيحة. اشتغلنا السنة الماضية مع عدد كبير من الجمعيات حاول كيف كل جمعية تنشئ لحالها صفحات تشتغل سوشيال ميديا صح، كيف تقرأ الخبر على النت وكيف تطلع وتشهر حالها. كمان صار في عنا عدد كبير من المبادرات السورية اللي اليوم أخذت صدى كتير عالمي وتفوقت على كتير مواقع ومنظمات دولية كلها من وراء السوشيال ميديا استخدمتها ونشرت أفكارها ونشرت آرائها. هلا في منا كان هدفه إعلامي، منا كان هدفه نشر ثقافة، في نشوف مثل هيك قصص، في عنا شيء اسمه باحثون السوريون، في عنا شيء اسمه دوبارا، هدول اثنين اخذوا كتير صدى عالمي وانشأوا عدة صفحات وحتى انشأوا عدة اليوم جروبات مختلفة وساعدوا بالمجتمع وتحولوا مو بس انه هنن عم ينشروا ثقافة على الفيسبوك او على اي وسيلة تواصل تانية، حتى هنن صاروا عم بيعملوا شيء مساعدة للشباب انه عم يوظفون عم يدربون عم يعلمون، فعملت شيء مثل نقلة نوعية هي عملية التواصل والتعاطي مع السوشيال ميديا. شكرا. إذا بتسمحوا لي أنا عندي سؤال ولكن حابة أعرض تجربتي مع طلابي بإمكاني. أولا أحب أعرفكم على وضع عام في اليمن من بعد 2011 اللي ثورة الشبابية، أصبح عندنا مع الثورة وضد الثورة،
وعلى العام الماضي أو هذه السنة أصبح عندنا مع الثورة وضد الثورة ومع ثورة جديدة، يعني ثلاث اتجاهات. فعلى مدى ثلاث دفعات اللي درستهم لي ثلاث سنوات كان في إشكالية في قاعة المحاضرات. لما أدخل أتعامل مع الطلاب أنا لازم أراعي الطرفين، ما أقدر يعني أخوض حتى مجرد أن أنا أطلع صحيفة وأقول لهم تطبيقاً على هذه الصحيفة الطرف الثاني يصيح ليش هذه الصحيفة؟ ليش ما تكون صحيفة ثانية؟ إيش معنى إحنا؟ فالسنة اللي فاتت كان عندي فرصة أني أدرس دفعة كاملة لترمين، كان عندي مادتين من نفس الإعلامي في الترم الأول وفي الترم الثاني مدخل العلم الصحافة. فأنا أخذت مادتين من نفس الإعلامي عشان أدخل المجموعة هذه كلها. قلت خلاص أنا عملت نفسي زي الرهان، يا أنا يا أنتم في البلد دي، يا إما تطلعوا إعلاميين زي الناس يا مش عايزين إعلاميين، لأنه صعب. يعني إحنا عندنا مثل يقول يا جنازة ارحلي فوق الأموات، يعني الناس كلهم ميتين كمان طلعين جنازة من عندنا من الكلية مش ناقصين. هذا اللي حاصل يعني. فقلت لهم خلاص يا شباب احنا معنا مادتين من نفس الاعلامي، احنا حابين كذا ناخذ الماده هي ثقيله نوعا ما لكن ناخذها كذا على ان احنا ايش عايزين نطلع برؤيه اعلاميه تتجاوز الواقع شويه. انا ما يهمنيش ان تكون مع المؤتمر ولا مع الاصلاح ولا الحوثي ولا ايش، ما طلع مش مشكله، احنا كلنا هنا عباره عن ايش، عباره عن طلاب واستاذه. نتفق يا شباب؟ قالوا خلاص نتفق يا استاذه. قلت اوكي خلاص. للآن بصائبا أي نقد يقال داخل القاعة هو نقد علمي، ما ليش علاقة بفلان أو علان. خلاص يا أستاذة متفقين متفقين تمام. وأنتم شايفين يعني إحنا عندنا الدكتورة إرادة تعرف المكان، هو عبارة عن مدرسة من باب الضغط، يعني ما يطلعش من الكلية برضو قادة رأي، فعاملين ضغط نفسي حاطيننا في أقدم مدرسة في العاصمة صنعاء داخل جامعة صنعاء اسمها مدرسة أعزاء. المهم القاعات زي الفصول، ما فيش معانا الا قاعتين برا برا الكليه، وعاده لما تمطر المطر كله ينزل تك 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 يعني حاله حرب، ومعانا عصافير في القاعه، فكان الجو برضه مناسب. عملت لهم التالي، اخذت مجموعه مواد اعلاميه عشان اعمل عمليه تقييم قبل ما ابدا في التحليل، في تحليل اي ماده من المواد المنشوره في الصحف او في الاعلام المحلي. اولا اخذت مواد على اساس ان انا اقرب ما بين وجهات النظر مع بعض. اخذت ماده موجوده في اليوتيوب اسمها فتاه المناديل، فيلم جميل بيعبر انه الانسان كيف يصنع الابتسامه ويصنع الخير ويرجع له. فخرجت بفكره كويسه من الدفعه كلها انه فعلا احنا بحاجه ان احنا نعمل شيء. بعدين عملت لهم تمرين ثاني، قلت لهم خلاص الان قولوا لي ايش اسوأ حاجه انتم بتحسوا بها في الكليه. قالوا ان احنا مش في كليه، احنا في مكان لا يصلح لكم كليه. قلت خلاص طلعوا كل السلبيات وطلعوا الايجابيات. طلعت طبعا كل السلبيات في الكليه، ما فيش قبول للراي الاخر، كليتنا مش كويسه، زميلي ما بيتعاملش معايا بشكل كويس. فأصبحت أخذها وأعمل تنويه داخل القاعة، حصل كذا كذا، في كذا كذا يا شباب، طيب نحاول نتجاوزها، طيب أوكي يا دكتورة. بدأت أعمل لهم التطبيق الثاني. وقف؟ سوري. عمر. طيب انا بخصوص دعاء سالف انه اي تربيه اعلاميه نريد، صح؟ وانه السؤال او الاستهجان اللي عنده انه يعني هل نربي الدول كمان احنا كصحفيين نتسامح الى درجه انه مطلوب من الصحفي ان يربي الدوله كمان اعلاميا، يعلمها ادواته؟ انا بدي اجاوب من تجربتي الشخصيه. انا خريج 95 اعلام ول 17 سنه بالاعلام دعاء. انا برايي انه في المناطق هاي اللي مطلوب فيها انه الصحفي ان يشارك بهم قومي، انه يتسامح بالمعنى السياسي ويعلم كل مكونات المجتمع ايا كانت هاي المكونات، حزب سياسي، راديكالي، بزنس اعلامي عادي، رجل اعمال جاي يستثمر. لانه اذا بنحاكم هويتهم الاولى انه هذا سياسي متدين او هذا رجل اعمال بحب دولارات وبده يشغل طلابنا وزملائنا في الاعلام، ما بنتفاعل وما بنعمل اي مشروع. ف
أنا برأيي بالإمكان أن نربي الدول وأن نربي طبقات الاستثمار العاملة في وسائل الإعلام، لأنه في النهاية نحن نخرج طلبة، هذا هو السوق يعني الذي نريد أن يشتغلوا فيه. وإحنا كمان ما بنقدر نعزل حالنا بشكل كامل عن مكونات البلد اللي إحنا فيه. وإذا بدك بالمعنى الفكري، ترى كثير إحنا غلبوية صحفيين وعاملين حنا نشطاء وثوريين، حلو نشتغل بهاي الروحية في عالم الرأي، بس في عالم المعلومات اللي بناخذ منه رواتبنا أنا برأيي الأمور عادية جدا وتنضج مجتمع بكل شرائح وقادر على أنه يمشي إلى الأمام. أنا سمعت الدكتور جاد الصبح حكى أنه الميديا لترسي بالإمكان أن تفيد السلطات، قد يحدث هذا إذا السلطات بدها تصير أكثر إيجابية. أنا ما حين نروح نعلمهم ميديا لترسي. بخصوص عمر، مرة أخرى على الخوف من الدخول إلى الإعلام الاجتماعي. الأيام هاي في ناس كثير بيحكوا إنه إحنا مش مواطنين صحفيين، في يعني مدير الأفكار في شركة جوجل والمدير التنفيذي لجوجل بسميهم اسم تاني، بسميهم مواطنون مغفلو الهوية، إنه البرايفسي تبعتهم مكسورة بالكامل وأي جهاز أمني في العالم بالإمكان يراقبهم. الإعلام العربي بيسموهم مراسلون أحرار، بالشاشة الصغيرة شاب عادي من دير الزور أو من رام الله أو من الموصل فجأة بيفتح الجهاز وبصير مراسل صحفي. أنا برأيي برأيي كل هاي الظواهر لازم الإعلام العربي يجاوب عليها بشكل جماعي، إنه يا جماعة نشطاء ثوريون بس في منطقة أكثر أماناً من كل هاي التسميات، الصحفيون المهنيون اللي هم إحنا اللي معهم بكالوريوس إعلام وبيشتغلوا في عالم المعلومات بدون أي انحيازات. دكتور سات حكى كلمة كمان أو يعني مصطلح كتير كويس، حمائيون، صح؟ مهنيون حمائيون. إذا التزمنا بمجموعة مهارات معلوماتية وكنا أذكياء في توصيلها بنحافظ على مهنة الإعلام إنها تكون تساعد الناس على التطور وحل أسئلتهم، مش جزء من الإشكال. لأنه أنا خايف من الانحيازات اللي قد تعجبني وتعجب دعاء في يوم من الأيام تشكل عبء على المجتمعات، إنه صحفيون منحازون بشكل شديد في قضايا الرأي قد نساهم في دفع مجتمعاتنا إلى المزيد من التعقيد. المهنية والحمائية اللي حكى عنها الدكتور سات قد تضعنا في منطقة مهنية نقدم مهنتنا بهدوء، نساعد مجتمعاتنا ونساعد الناس اللي بنشتغل معهم بشكل أكثر إيجابي. تمام؟ وما دخل صحافة، دخل توعية. يعني سادة توعية نشوف هذا الكائن الجديد اللي دخل عليه. يعني إذا نشبه العصر اليوم مثل وقت صار الثورة الصناعية الكبرى. طلع استدراك صغير يا عمر، أنا يمكن ما حكيتش عن برنامج الجندر اللي إحنا دربنا عليه عضوات الحكم المحلي. مثلا هدول البنات ناشطات بس بيعرفوش شو الإعلام. حلو إنه واحد مهني من سوريا من الأردن من العراق يدربهم كيف يكتبوا الخبر عن حالهم. الرجال في المؤسسات السياسية والأحزاب أي شغلة بسيطة بنادي على أي صحفي بكتب خبر عن حاله. بناتنا في أي دولة عربية بتسوي نشاط فاعل جدا وتكون غير قادرة على كتابة فقرتين عن حالها. لما نعلمها مثلا كيف تستخدم الفيديو، كيف تحكي مع الصحفيين، كيف لما الإذاعات المحلية تتصل عليها، كيف تفعل كل ما تقوم به أو توصيله إلى الجمهور. إضافة نوعية أنا برأيي لم نخطئ إن خلينا النساء العربيات يسرقن الأدوات التي يشتغل بها الصحفيين، لأنه في النهاية النشطاء النسويين والنشطاء الثوريين والنشطاء الإعلاميين كلياتهم في إفادة جماعية للدولة اللي بتتعرض لسؤال كبير في المنطقة العربية هاي الأيام. صار شديد كأني أنا فهمت الموضوع من غير شيء أو أنا فهماني غيرك. نحن عم
نحكي بشكل أكاديمي، نحن هلأ جبهة واحدة، ما في هون حكومة وما في هون يعني نحن عم نحكي على مستوى الجامعات، فالجامعات سواء خاص أو حكومة، فهي تحت مثل ما تفضل الصبح يعني تحت سيستم واحد متعلقة بالنظام السياسي وبالنظام الاقتصادي وبالنظام الاجتماعي الموجود، فنحن جبهة واحدة ما لنا عدة جبهات، فبالاتفاق مع الحكومة رح تتم التربية الإعلامية من خلال هاي المؤسسات الأكاديمية. ومثل ما قلت لك أنا خلال تجربتنا في سوريا تجربة واحدة شاركت فيها مع اليونسكو، إنه اليونسكو بالاتفاق مع وزارة التربية، معناتها الحكومة، معناتها يعني الحكومة هي عم تساهم في التربية الإعلامية من خلال المؤسسات المعنية بالموضوع حتى ما يعني تشعب الموضوع أكثر من هيك. هاي باختصار، هاي المؤسسات هي المعنية بالتربية الإعلامية، وبالتالي الحكومة عم تقوم في الدور نفسه من خلال هاي المؤسسات. أنا بعتقد إنه في مشكلة كبيرة إذا الصحفيين اعتقدوا إنه دورهم مش نقل الحقيقة. خلينا نرجع للأساسيات، سواء نتعلم مع حكومية إعلامية أو غيرها، إذا إحنا اعتقدنا أنه دورنا بيتعدى أنه إحنا ناقلين للحقيقة وبندخل بالدفاع عن الحريات وبندخل بتصليح السلطة، لا، المصلحة من باب المصلحة العامة ومن باب الوعي ومن باب الثقافة قد نشعر أنه نساهم بهذا بشكل أو بآخر بواحدة من هاي الأدوار، وفي النهاية الصالح الكلي هو اللي يجب أن يقود قراراتنا التحريرية الدقيقة جدا. فإحنا في ضوء هذا العمل بنشتغل، لكن ما في شيء بمحور الأمية الإعلامية بيقول للصحفي أنه أنت لازم تأخذ دور تاني أو أنت مهمتك تنموية. مهمة الصحفي هي مهمة صحفية بالمقام الأول، أنه ننقل المعلومات، ننقل الحقائق والوقائع كما هي. ففي في في مسألة مهمة جدا، هلا الاستخدام الدول وسيطرة الدولة والتربية الإعلامية للدولة، أنا أعتقد إنه التربية الإعلامية هي ضرورة اجتماعية لها علاقة بالمجتمع، والدولة مكون من مكونات المجتمع، فإذا الدولة ما عرفت تقرأ النقد بشكل إيجابي فالتربية، أنا برأيي للدول التربية الإعلامية ضرورة، لكن مش التربية الإعلامية السطحية إنه أنا أم تكنيكلي بشكل تكنولوجي قادرة إنه أتعاطى مع الواقع الجديد وقادرة إنه أكون منتج للمحتوى وقادرة إنه أبعث رسائل لجميع الناس وأكون جزء من الpublic conversation أو من الحوار العام، لكن بشكل من الأشكال هي مهم إلهم إنهم يفهموا الرسائل وما يفهموش أي شيء إنه تحدي إلهم وهو مش بالضرورة تحدي. مرحبا، أنا سؤالي لأستاذة لبنى. هلأ العمل اللي منشوفه بالإعلام المحلي اللبناني إنه كتير في نسخ لبرامج ورسائل إعلامية بتيجي من الغرب بشكل كتير مباشر ومن دون أي إعادة تقنين إنه أبدا. هلأ أنت سمعتك حكيتي عن موضوع القوانين والرقابة، اللي نشوفه إحنا في كتير تجاوزات لقانون المسموع المرئي هون بلبنان على مستوى القنوات المحلية الإعلامية. كيف إحنا بنقدر عن طريق التربية الإعلامية إنه ننسق ونكون جزء من هاي الرقابة، لأنه ما بنفع إنه إحنا نشتغل كمجتمع مدني بعيدا عن السلطات الرقابية. قدي ممكن إحنا كتربية إعلامية نكون جزء من هاي القوانين اللي بتنحط حتى ندعم الرسالة التربية الإعلامية؟ صراحة أنا بحس صعب كتير إنه أشخاص مربيين إعلاميا يكونوا جزء من الرقابة، لأن الرقابة هي محكومة من أشخاص معينين اللي هن أو من الدولة أو من الدين. اللي فينا نعمله إنه نحن لما نوعي جيل، لما نربي جيل يكون واعي إعلامياً أو مربى إعلامياً، هن بدورهم بيروح بيشتغلوا بمؤسسات إعلامية وبيصيروا بيدفعوا يعني بيدافعوا عنا هالحقوق، وبيصيروا يعني بيعملوا برامج أو بيعملوا برامج ضمن هالمؤسسات الإعلامية بتدعم التربية الإعلامية أو الرقمية. بس نحن تنكون جزء من الرقابة شوي صعبة، لأنه ما بحس فينا ممكن نوصل، أنه لا، هذا رأيي الشخصي الصراحة، أنا عم بحكي برأيي شخصي، أنه ما بعتقد فينا نوصل لمرحلة نحن نكون نقدر نحن، قصدي أنه الأشخاص المربيين إعلاميا أنه نكون نحن بإيدنا السلطة أنه نحن ندخل البرامج بدنا إياها أو لا.
كل اللي فينا نعمله أنه نحن نربي نوعي نفسنا وروح نشتغل بالمؤسسات أو حتى أكاديميا نعمل ننتج جيل مربى عالميا قادر يعمل فلتر بين الأشياء السلبية والإيجابية ويشتغلوا على المواضيع شوي شوي، بس ما فينا فجأة أنه نروح نوصل لمرحلة الرقابة. كمان بس في شغلي سوري، من فترة كان في صار في قصة بلبنان من خلال برنامج من البرامج اللي هو عرض حياة أشخاص لخطر، واللي نتج بعدين أنه المؤسسات الغير حكومية ومؤسسات حقوق الإنسان حكيوا بالموضوع، هن يعني من عندهم صاروا يكتبوا على البلوغ أو على تويتر أو على فيسبوك. وصلت القصة للمؤسسات الإعلامية من ضمن الـ LBC، والـ LBC بدورة قدمت نشرة أخبار حكي بطريقة سلبية عن البرنامج اللي عرض حياة هدول الأشخاص بخطر، وحكى بطريقة إيجابية كيف ممكن نحارب الرسائل السلبية. فأنا حسيت هذه خطوة كتير قوية وكتير كبيرة من مؤسسة إعلامية كبيرة مثل الـ LBC أنه تخطي هالخطوة، ومن هون كيفنا نبلش شوي شوي لحيات ما نوصل لمرحلة تكون المؤسسة أو اللي عم ينشهوا البرامج هن واعيين ومثقفين إعلاميا. وأن نشتغل على سياسات ومنهجيات معينة أكيد، حتى يعني حتى يصير في فعالية للموضوع المفروض إنه يكون في تنسيق، يعني الإشي مش جزء لا يتجزأ، يعني لازم يكون في تنسيق. حتى كمان يعني الشغل اللي بيصير من سياسات ومنهجيات وأي إشي ممكن نتبعه على مستوى الرسالة الإعلامية بحد ذاتها لازم يكون في دعم من الخارج، حتى المؤسسات اللي سميناها الإعلام التجاري حتى يصير في ضبط لها، حتى شغلنا كمان بحد ذاته ما يروح على الفاضي. Thank you. So, شكراً